اهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج مقلب دوت كوم. احنا عارفين طبعا ان النجوم والابراج ده علم والفلك ده علم، وفي ناس فعلا عندهم معلومات كبيره جدا عن العلم ده، لكن في ناس بيعتمدوا اعتماد كلي وجزئي في حياتهم على النجوم وعلى الطالع وعلى ان الناس يتنبؤوا لهم او يتخيلوا لهم او ان الناس يقولوا لهم مستقبلكم هيبقى كده او مستقبلكم هيبقى كده. ده اساس موضوع حلقتنا النهارده. جالنا اكتر من ايميل ناس بيشتكوا من صحابهم ان حياتهم كلها بتعتمد على حظك اليوم وعلى مين يقول لهم بكره ايه اللي هيحصل وبعد بكره ايه اللي هيحصل وكمان سنتين ايه اللي هيحصل. جالنا ايميل من احمد الاسناوي بيشتكي من بلال صاحبه ان الاثنين اصحاب بقى لهم فتره وان بلال طول الوقت بيعتمد على الحكايه دي. معانا احمد الاسناوي وبلال، اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا وسهلا، ازيك يا احمد؟ ازيك يا اسناوي؟ ازيك يا بلال؟ اقعد مثلا، اتفضل. انت بلال؟ انا بلال. طيب وانت احمد الاسناوي؟ بالظبط. انا عارف طبعا. ازيك يا بلال؟ ايه بقى الحكايه يا احمد يا اسناوي؟ من خوفي عليه لقيته بيعمل حاجات غلط كتير، من ضمنها اللي هو بيتنبأ كل ما واحد يتنبأ له بحاجه يصدقها لدرجه انه خلاص ده بقت. واحنا بس عايزين نرفض كلمه التنبؤ، لان يعني ممكن حد يقول مثلا ان هو بيتخيل له حاجه او حاجه هتحصل له، يعني كلمه التنبؤ دي يعني ده كله علم عند ربنا سبحانه وتعالى. بالزبط. ما نقدرش حد يقول حد هيحصل له حاجه، فالكلمه نفسها كلمه مرفوضه بالنسبه لنا، كلمه ان انا بتنبأ او حد بيتنبأ. بيتخيلوا له حاجات. تمام. في المستقبل. وهو بيقتنع بيها وبيتكاسل في كل حاجة. أبسطهم خالص، واحد قال له إن أنت تبقى غني، هو كان محوش قرشين، اعتمد على الكلمة دي، راح صرف كل الفلوس اللي في جيبه على أساس إنه هيبقى غني. على أساس إنه هيبقى غني. يعني هو كان محوش مبلغ عشان مثلا عربية، عشان يجيب شقة، عشان يتجوز، حاجة زي كده، وبعدين واحد قال له أنت هتبقى غني، فصرف اللي عنده، صرف الفلوس كلها، ومستني بقى يبقى من ساعتها يبقى غني. ده إيه الحكاية دي يا بلال؟ لا بصراحة يا أستاذ أشرف، الموضوع اللي أنا ما بسمعش أخبار حلوة كتير، يعني ما بتسمعش اخبار حلوه كتير. يعني العادي انك بتسمع اخبار وحشه الطبيعي كده، يعني ده ايه الحكايه العجيبه؟ حظي سيء شويه، فما بصدق اسمع خبر كويس كده، بصدقه بصراحه. يعني طول الوقت اخبار مش حلوه، عشان كده اول ما بتسمع خبر كويس فحد بصدق. يعني المهم اللي قال لك الخبر الكويس ده حد ثقه؟ يعني اكيد طبعا، يعني واحد بيبقى انا حاسس انه كويس وبيفهم. طيب يعني في حاجه من الحاجات اللي قالوها لك حصلت فعلا؟ حقيقه لا ما حصلش حاجه، بس ان شاء الله انا ان شاء الله هيحصل يعني. لا تهبط الانوار. بعد المقلب طبعا ما ينفعش. اكيد لا. طيب بعد البهدله اللي انا شفتها ما اعتقدش ان ممكن حاجه تحصل. خلاص تمام. طب احنا معانا اكتر من حد بعت ايميل للبرنامج وبيتكلم على نفس المشكله، يعني في اكتر من ايميل جالنا، اخترنا منهم ايميلين هنتكلم مع اصحابهم بعد الفاصل على طول. شكرا. رجعنا مرة تانية ومعانا لسه أحمد الإسناوي اللي عمل مقلب جامد جدا في بلال، ومعانا ناس كتير كمان بعتين إيميلات بيقولوا إن عندهم نفس المشكلة. في عندنا محمد طاهر وغدير، أهلا وسهلا، تفضلوا. محمد أنت بعت إيميل للبرنامج وبتقول إن غدير بتعتقد طول الوقت في الأبراج. ها؟ زميلتي. زميلتك غدير، زميلته مش خطيبته. ايوه انا على وزن واحد. انا اقصد زميلتك. طبعا. محمد انت بتقول غدير دايما معتقده في الحكايه دي مش كده؟ هي الناس كلها في حاجات بتتشائم منها، في حاجات يعني بتحطها في دماغها، هي بقى غدير مقفوره معاها قوي الحكايه يعني. مقفوره معاها الحكايه. يعني ايه اللي حصل مثلا اللي خلاك تفكر انك انت تبعت للبرنامج وتقول الحقوا غدير؟ يعني مثلا غدير لو شافت صبح مثلا او سمعت بس صوت غراب ما تنزلش من البيت. سمعت صوت غراب؟ ما تقربش من باب البيت وتقول لك لا انتوا عايزيني اموت ولا ايه؟ لا ما اخرجش.
هو طبعا صوته بيبقى يعني برضه من الاصوات. هو كل الناس بتتشائم بس هي فظيعه في الحكايه دي. بس حكايه التفاؤل والتشاؤم دي ممكن الواحد يبنيها على اي حاجه. يعني في ناس برضه يقول لك قطه سودا، في ناس يقولوا مرايه مكسوره، في ناس يقولوا مش عارف حاجات كتيره جدا. انت اعتقادك في الغراب بس ولا برضه قطط وحاجات كده؟ لا لا، هو الغراب بس. الغراب بس. انت ساكنه في مزارع؟ لا ما كانش تنزل خالص. يعني طب وايه اللي جاب الغراب عندكم يعني؟ أيوة. ولا انتوا مربيين غراب ومش عايزه تنزلي؟ لا لا والله، لا انا فعلا لو صحيت الصبح سمعت صوت غراب او لو شفته ولا حاجه ببقى خلاص معتقد ان انا لازم تحصل لي حاجه في اليوم، سواء بقى مصيبه. هل مثلا حصل معاكي موقف ليه علاقه؟ كذا مره. ايه بقى اللي انا ممكن اصحى مثلا اسمع صوت غراب انزل لازم يتخانق مع حد، يا اما لازم تحصل لي مشكله مش عارف ايه كده. بس على فكره انت ممكن تتخانقي مع حد من غير ما تسمعي صوت غراب، وممكن يحصل مشكله من غير ما تسمعي صوت غراب. لا انا دي حاجه، لكن انت بترتبطي كده خلاص. لو صحيت وفعلا سمعت صوت غراب ولا شفته لازم يبقى لازم تحصل لي حاجه خلاص. حتى لو ما سمعتش صوت غراب. بس على فكره هو ده ربط نفسي، يعني ده هو يعني ده مرتبط نفسيا. طب تتذكري مثلا اخر خناقه عملتيها كان امتى؟ كنت صاحيه الصبح، كنت نازله رايحه الجامعه وسمعت صوت غراب، رحت ده بيت خناقه مع الدكتور، ما دخلتش اصلا السكشن. طب ما فكرتيش تجيبي حد يصطاد الغراب ده ولا؟ طيب عموما احنا بنشكركم جدا، وبرضو انتم مستمرين معانا لنهايه الحلقه. شكرا. هنروح للفاصل ونرجع تاني على طول. شكرا. رجعنا مرة تانية ولسه مستمرين في حلقتنا وفي موضوعها اللي أكيد موجود في بيوت كتيرة جدا، وكل واحد من الموجود في البيوت دي يتخيل نفسه مكان بلال ويشوف إيه اللي حصل له ويتخيل نفسه مكانه ويحاول بلاش يغير من نفسه في الفترة اللي جاية. نشوف بقى صاحبه عمل فيه إيه بعد ما اتفق مع فريق العمل إنهم يعملوا مقلب في بلال. نشوف إيه اللي حصل بالظبط مع بعضينا. أنا بعمل النهاردة دور عالم فلك، دكتوراه في التنجيم وقراءة الفنجان وقراءة الطالع والنازل وضرب الودع وبين زنا بين. قبل المقلب فريق العمل زرع سماعة على ترابيزة منى. أحمد قال لبلال إنه تعرف على واحد غريب جدا عنده قدرة عجيبة على التنبؤ باللي ممكن يحصل، وقال له على ثلاث مواقف حصلوا له فعلا. طبعا بلال هو اللي تحايل على احمد انه يعرفه على الراجل ده. انت برج ايه؟ عذراء. ان شاء الله عذراء. وانت؟ جوزاء. حضرتك بقى برج ايه؟ انا برج الاطباء. برج ايه؟ تقول لنا بقى حاجه يا دكتور. اقول لك بالنسبه للموضوع ده بقى، قول لنا اي حاجه تنبأ. لا يا راجل دي كلها صدف. لا سيب الكلام ده، الكلام ده كله كلام فارغ. لا لا مفيش لا ابراج ولا كلام. لا 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 كله صدف. اي حاجه كده بتيجي صدفه صدقني. لا 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 ازاي بتيجي لوحديها كده؟ بتيجي لوحديها. لا لا ازاي صدف؟ كل الحاجات اللي قلتها دي مش صدف. اقعد كويس، اقعد كويس، اقعد كويس. لا مفيش حاجه، خليك معايا مفيش حاجه. على انت صغير، تعالى هنا. ايه هو ده اللي انا كنت عامل حسابه؟ هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. ايه اللي انت كنت عامل حسابه يا دكتور؟ مش من حقهم. ايه اللي مش من حقهم يا دكتور؟ مش من حقهم. هو مش من حقها وهي مش من حقه. مش من حقه. مش من حقه. تعالى 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 طويل انت، تعالى. حاسب هتتعور، هتتعور. ايه ده اللي هتعور يا دكتور؟ 15 8 8 كوبايات. ايه 8 كوبايات يا دكتور؟ 8 كوبايات هاي بول في 23 ساغ. 23 ساغ و23% ضرايب. ايه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ ايه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ حاسب لا تقع. انا مش قايل، انا قايل حاسب لا تقع. اقعد يا بلال، اقعد اقعد. انت قلقان ايه؟ اقعد. ممكن اسالك سؤال يا دكتور؟ خير. ازاي حضرتك عرفت ان الويتر هيقع و8 كوبايات
وقعدت تحسب في حاجات كده. يا ابني صدف صدف كلها صدف. صدف. صدف في نفس اللحظه ونفس الثانيه الكوبايه. يا ابني كلها صدف. يا ابني كلها صدف. اسمع بس مني يا ابني ما تضغطش عليا. كلها صدف. اضغط عليك بس يا دكتور. انزل انزل من على حجر بلال. انزل. ايوه صغير انت. اي تعالى تعالى ابو طويل انت. تعالى تعالى هنا. انزل. في واحد صاحبكم هيدخل علينا دلوقتي. هنا هو؟ اه طويل كده ولابس النيله اللي هو لابسها دي. وكمان عرفت انه طويل. لا لابس تيشيرت احمر وبنطلون جينز مقطع حتت 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 وجزمه كاوتش لونها احمر برضو. ايه ده؟ للدرجه دي اهلاوي؟ ايه ده النيله دي؟ يعني صاحبنا ولابس احمر في احمر. وعرفت انه اهلاوي؟ هيدخل علينا هنا في الحته دي يعني؟ هيدخل علينا ويقعد معانا هنا دلوقتي حالا بس دلوقتي. مش هيطول. ليه بقى مش هيطول؟ ايوه علشان هيجي له موبايل وهيقلب على طول. يدخل وائل بنفس المواصفات بالظبط ولسه انتوا ما شفتوش حاجه. ايوه الو. ايوه ده ثروت ده صح؟ ايوه ثروت. ايه كمان ثروت؟ طب انا جاي حالا. طب انا جاي. سلام. ازاي؟ طب بعد اذنكم يا جماعه. اتفضل اتفضل. اسلم على ثروت. مصدقني هي بتيجي لوحديها. هي بتيجي بظروفها. تعالى تعالى ابو طويل انت. تعالى انزل هنا تحت. ايه عربيه وقف رفيع وبنضاره. ايه اللي فاهم قصير كده؟ هيعمل مشاكل. هيعمل مشاكل. ضاره قصير. هي انا قلت من حقها مش من حقه. عايز تهانم قاعدة مع عز اصدقائي كده يا عماني؟ سايبة خطيبك واحدة معاه؟ لا افهم الحصل. افهم الحصل ايه؟ انا غلطان يا خالد. انا خالتك تصالحنا على بعض. طب هو احنا كنا عايزين نتكلم عنك. مفيش حاجة. اخرسي خدي دبلاتك. مش عايز اشوف وشك تاني. محمد استنى 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 يا جدعان. استنوا مغفل مأساة. لازم تسيبه طبعا. ارتاحوا ارتاحوا. انتوا وقفتوا ليه؟ اقعد يا بلال اقعد اقعد اقعد. نزل اللي على كتفك ده. انزل بقى انزل شويه بقى انزل. يا مأساة ماركة هدمت بيتي. بلال انت في حاجه من حقك تعرفها. قرينك جالي وسبقك وقال لي عليها. قريني؟ ايوه اهو القصير اللي فارق بالنص ده. قال لي ان النهارده يوم سعدك يا بلال. يوم سعدك لما برج الزهرة يتعارض مع برج عطارد ويقطعهم اكسبريس 8 وربع بتاع سيدي جابر. هيبقى النهارده برج سعدك. هتشوف حظك ونصيبك النهارده يا بلال. بنت زي القمر. بنت زي القمر هتدخل علينا لابسه اخضر في اخضر وحوالين رقبتها عامله عيد ميلاد بنلمض النيون. بنت زي القمر اخضر في اخضر. هي دي حظك ونصيبك. هتحبها عيد ميلاد حوالين رقبتها. هتعيش معاها احلى قصه حب. قرينك قال لي. ايوه خش عليها وخليك شجاع وهتسمع صوت قرينك من جبالك اللي يقول لك عليه تنفذه بالحرف الواحد. ماشي يا دكتور. اسكت شويه اسكت. خلينا نروح لدكتور على مامتك. ايوه عيش يا ابني انت من حقك تعرف. لا تروح يا بلال. سيبه 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 يا دكتور. سيبه ما تتلفتش حواليك كتير. اللي تسمعه تقوله على طول. قريبك اللي بيكلمك لو بص وراه يشوفه. من ورايا ما تلحقنيش. انت كنت فين من زمان؟ كنت فين من زمان؟ وحشتيني وحشتيني. وانت؟ انا اول مره اشوفك. انا اول مره اشوفك. وانت؟ الله قد ايه صوتك حلو. الله قد ايه صوتك حلو. انت بتعكسني؟ بتعكسني صح؟ بتعكسني؟ انت ولد 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 سيب يا ولد. حرام عليك. البنت عندها مس انتربرتيشن. هو عليك ايه يا منى؟ بيعكسها. بيعكسها؟ ايوه عكسها. طيب يعني غرضه شريك. انت بتعكسني. انت بتعكسني. تعالى يا قريني. تعالى يا دكتور. انت بتعكسني. ايه ودكتور ايه بس؟ قرينك جري من هنا من شويه وما دفعش الحساب. قرينك ده انتوا مجانين زي بعض تتصرفوا مع بعض بقى. بخلي قرينك تنفعك بقى. دي مجنونه خد بالك. يلا يا حندوقه يلا يا سناري المحل هيولع. طب ما عندي
ياه بدلت قصدك عشان تحرم وقرينك ما دفعش حسابه جيري وبتاع مين اللي دفع الحساب صحيح مش لا طبعا يعني المقلب ده كله متوضب في المكان ده بس يعني حتى بعيدا عن المقلب هو المقصود بيه طبعا حكايه ان ما فيش حاجه اسمها ايه اللي هيحصل وبعد شويه هيحصل لك كذا وبعد شويه هيحصل لك كذا ممكن ده بيحصل لكن بتبقى صدف يعني مش الواحد هيعيش عليها يعني تعالى شريف واماني وياسر ومنى اتفضلوا اهلا وسهلا يا ياسر يا طبي ده ايه اللي انت عامله يا ياسر يا طبي وبعدين انت قاعد مع خطيبه صاحبك برضو عيب يا شريف ما انا ما كانش قصده عمري ما عملها يعني عيب قوي وبعدين هو انت يعني تستغل ان محمد الصغير صغير صغير هو بيعوض لي النقص وعشان هو مش موجود كمان يعني انا استغليت الفرصه بقى زعلت من نفسي قوي ياسر انت ايه الحكايه دي صحيح لا هو يعني هو كان يعني بسم الله ما شاء الله عليه كان مصدق جدا وكان واضح ان هو كان يعني كان مصدق وجاهز كنز يعني يعني مهما تعمل كنز وبعدين الحاجات اللي كانت بتحصل ف يعني هو كان كل شويه انا كنت حتى كنت عمال بقول له ده صدف ده حاجات ده مش عارف ايه وبتاع يقول لي لا باين ان انت حضرتك جامد وبتاع وكده بس بمناسبه يقول لك باين ان حضرتك جامد كوبايات وقعت وكل حاجه حصلت بمناسبه موضوع الفلك ده انا بقالي مثلا 3 سنين كل يوم 2 في الجورنان البخت بتاعي مال في الطريق اليك مال في الطريق اليه 3 سنين كل يوم 2 وجه ولا ايه ما فيش حاجه بتيجي خالص من ساعتها بيحصل لي برضه يعني ما فيش حاجه في موضوع البخت ده خالص يعني لا ممكن ده عامل زي حاله الطريق او دفع اي حاجه هو بيحدد بيقول لك مال بس ما بيحددش ما بيحددش 10 ساغ نص جنيه ويوم الثلاث صديق تتعرف عليه مش عارف ايه جديد حاجه كده في السكه دي بس برضو يا ياسر ده ما ينفعش ان انا زعلان من شريف طبعا خان الصغير مع خطيب الصحبه طب انا مش خطيب الصحبه ولا قاعده كده يعني طب يعني اديك شايف قمر يعني وانت ازاي يا اماني تعملي كده يبقى خطيبك محمد الصغير اللطيف هو يعني عشان صغير انت قلت صغير طبعا حقها طبعا هي حره عموما احنا بنشكركم جدا يا جماعه برضو طول الوقت افكار جديده وبتعملوا مجهود كبير جدا وما تعملش كده تاني يا شريف انا صحه جامده وبنشكر بلال وبنشكر احمد الاسناوي بنشكر كل الناس اللي موجوده معانا وبنشكر منى لما عملت مجهود عملت مجهود كمان يعني بتهيألي انت ما عملتيش مجهود يا منى خالص بنشكر كل فريق العمل وبنشكر كل الناس اللي موجودين معانا في الاستوديو وكل المشاهدين في البيت نتقابل معاكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من مقلب دوت كوم